تمام يا سربيه. والمصحف انا ما عملت حاجه، انا بتاعت شويه بخور وحبه حبس سكنات، وان ما نفعوش ما يضروش. انا جايه ليه؟ دول غلبانه يا بيه. يا وليه افصلي انت، ايه مكوك يا باشا؟ انا حنتومه سقسقه بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش، ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين، ولا يربط لك اللي مضايقينك، ولا يحنن قلب البيت عليك، ولا يحلهم عنك. انا في الخدمه، انا في الخدمه يا باشا. اسعار مغليه ما تحلمش بيها. لو ما سكتيش مش هتخرجي من هنا. يا وليه اخرسي ولمي نفسك وشوفي الباشا عايزك في ايه. انا خدمت الحكومه. في نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا، انا ماليش في السكه دي خالص. انا ست شريفه وبتاعت بركه، انما لو لازمك يا باشا انا ليا حبايبي اللي يخدموني. يا وليه لمي نفسك بدل ما اديها لك على وشك. طب يا غلاب يا باشا. هنتومه هي كلمه ورد غطاها، هتتعاوني معانا ولا لا؟ هنتومه سقسقه في خدمه الحكومه. تعرف يا عمرودي، انا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين، وانت اولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطه ما بيحتروش في حد، احنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك، عرفت ساعتها انت ليه اخترته المشروع جوازي. كويس قوي انك لسه فاكره ان ده مجرد مشروع، وانا ما احبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبه لك. اللي قولي يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته المشروع جوازي المره دي؟ شوف يا فيري حبيبتي، كل ملكه بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبه لي ملكه، هتورثي كل المملكه دي. عشان كده انا اخترت لك خميس، عشان عنده نو هاو، فاهم اللعبه كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. شرابيه، انت يا وليه اللي اسمك شرابيه؟ خير يا معلم خير، مالك بتزعق كده ليه؟ انا اسف، مش هزعق تاني. انت هتحاسبيني يا وليه ولا ايه؟ العفو يا معلم العفو. طب امرني. فين ستك؟ شو انا شفتها خارجه من شويه. خرجت راحت فين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجه. يعني ايه ما قالتش حاجه؟ انت اكيد عارفه ومش عايزه تقولي. الله، مش هقول ليه يا معلم، هو سر يعني؟ هي قالت لك ما تقوليش حصل ولا ما حصلش؟ انطقي بقى بدل ما هبب عيشك نظر. جرى ايه يا ابو سنه؟ هو انت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانه دي؟ خش دلوقتي يا شرابيه. يبارك لك يا حاج. يبارك لك يا حاجه، ما انت اللي بتدلعيهم. دي غلبانه دي ميه بتاعتك تبني. بلاش غاغه ملهاش لازمه، لما ترجع مراتك ابقى اتخانق معاها زي ما انت عايز. يا ما قلتليش طب رايحه فين؟ اصحاب العقول في راحه، رجاله اخر زمن. ماشي يا شو، ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت، ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل، بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلت لك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان نائح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمه. حاولت، حاولت ياما، انما انت مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعه ما شفتك وانا مش طايقه لمسته على لحم.
السرير سكاكين، سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف. احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، انت تطلقني منه وتتجوزني انت، وانا اعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمه في الزور، اولهم الواد براء ابن نوح، ولازم اخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودينا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت ما اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم. انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص اؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والوفه، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنتومك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت دخلت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر، ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، المعلم هو اللي عايزك. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المفتاح عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه. انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي، انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. أنا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في أكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع. ده استرداد حق. هبقى كبير إزاي وأنا مش عارف أرد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون بأي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك إن النوح ابن كار، فاهم الشغلة كويس ومفطم ولاده، وعنده عزوة وعنده رجالة. يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لمؤاخذة يعني خرفان بتترمي للحكومة؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المرة دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، الف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز اقول لك حاجه،
السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة كبير. دي مش طريقة دي معلم نوح. ما أنا جاي لك أهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية. هي دي برضه الأصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. أنتوا عايزين مني إيه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هترزق. شفت بقى يا متر؟ احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها. أنا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مآمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا انولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج. شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها بزوره لو بعنا. لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟
بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. خشي اللي برا. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونة؟ مش رايحي نفسك شوية يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم. أنا عارفة إن اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الأبواب، وأنا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، أنا تمام، وبقيت أقدر أطبق يومين تلاتة. يا سلام. طب بعملك شوية قهوة. ما تعمليش حاجة، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد برا، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم، سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي يا بابا، حتة اللحمة دي يا بابا. والله أنا وشيف، أنا وشيف يا بابا. وفي إيه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. حبيبي. وده لحبيبي. إيه دي النقطة؟ عسل، طول عمرك عسل يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من على جبيني. اوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. متعلم منك ولا ايه؟ متعلم منك. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انما قول لي يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 لا. في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اللي اخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على الاخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولمع عزاله،
عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخذ حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح إن هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملته هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقن اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي يا بنت الدويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي العين الكبيره قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزر. دي خيبه القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليها بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم. اما اقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضه سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني، هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها مش عارف ابلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجه. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضله تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راح على روحك شوية يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امرك. وبالنسبه للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاته. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحده بتجيلك هنا اسمها مطره، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطره، دي ست كريمه وايدها فرطه. أفندينا له مصلحة عندها وقصده، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله. عيني، أنا تحت أمرك يا ست شوق.
ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارمي لكلاب السكك. طب بالراحة وطي صوتك بس، أنت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي يا رمانة، وسخ معايا على الآخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط إيده في إيد الباشا؟ حط إيده بس، ده ركب ودلد رجليه يا ماما، ده بقى زي ظله معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا وحياة أمه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا أخويا واقعد لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا رمانة. أنفذ إيه بس؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعرفي كل حاجة. بكرة هعد عليك الظهر، هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحتة دي حتة صومعة، تبقى يعني استبن القط النوم، عشان يعني لو جينا في يوم من الأيام وزهقنا منها، ولو إننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنة طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكرة فيه إهانة جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد إيدك بقى وتغرب زي ما أنت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد إيدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه، بتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، إيه دي لسه على المحارة ولسه بدري أوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يو راح فين يا معلم؟ يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين يا معلم؟ في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطبت يا معلم. عيب يا باشا، ودني في العتائي. أنا بس عادة بمؤاخذة جاي المعاريك عشان أفهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام إيه؟ أنا بقول لك كلام كتير يا معلم. آه، كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، أنا بديك فرصة كبيرة أوي إنك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وإيه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحدة زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت أنا تعيش في بيت في حارة. هذا مؤاخذة يا باشا، أنا مش فاهم، وإيه دخل الحلم الصغيرة؟ ما أنا بنتي هتتجوز خميس، والبيت ده هيبقى هدية فرحهم منك. يا باشا أنا شوف يا معلم، أنا بعمل معاك واجب كبير قوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوة، والبيت ده عربون الوفاء والطاعة. ولا أنت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعتي يا ست نطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. اه حكيم، انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه؟ مرات خميسه فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايده عليه وبتجري وراه بالحنجل والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست نطره،
اللي بيجيبها عندي. وقالت لك ان خميسة فندينا عايز مصلحة وعايزاكي تبيعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العباية وجيت للجري. حكم حنتومة سقسقة تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلامي. كلك ذوق يا حبيبتي. بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمة دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطرة ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومة. شاطرة يا حنتومة. لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه ومالستكك تانية. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومة والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه. ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه. وشوق عاوزة ايه من المطرة، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مرة. تمام يا باشا. انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الضالة؟ يلا يا ولية يلا، هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. طب قلتلي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شو عند مطره؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومه من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحده، لو بقت معانا تبقى كملت الدايره. مين دي؟ الحمد لله على السلامه يا معلم. مفيش فايده، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت دلوقتي الكلام ده انا فيه اللي مكفيني. يا اخويا لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجبه؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي. انا على الاخر. خلاص يا معلم حقك عليا. الدكتور قال الحمقى مش حلوه علشانك صحتك. سلام الله انكم نسوان. اتلم في ليلتك السودا دي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. اوه ايه ده؟ اتجننت يا بنت. ايه ده؟ يا بنت بنت بقول لك انا فيا اللي مكفيني. ايه بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله امال اعمل ايه يا الله؟ طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حاملك. لا طب تمام. جميله عليكي. اوبا شيش جهار. الله ما تلعب. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الف حمد والف شكر. انت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ لا انا قصدي كده، ما بحبش اشوف الرزق قدامي وما احمدش ربنا. طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا مش كده؟ ايه الحلاوه دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكره انا عارفه كل حاجه، وعارفه انت بتشتغل في ايه وابويا بيعمل ايه، بس انا بقى برمي كل حاجه ورا ظهري. بقول انا مالي؟ عين العقل، عين العقل. الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ انا ما عنديش اللي خاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري حتى روحي. انا امي ماتت هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه.
طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالى نتكلم في اللي يخصنا، عايزين ننجز بقى. نتجوز يعني؟ مش قبل ما نتجوز نتفق الاول؟ نتفق، اسمع ونتفق. ها انا عندي شويه شروط كده. شويه شروط؟ لا هم ثلاثه. على البركه. انا قلت لك ان انا برمي كل حاجه ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات معرفش اسامح فيهم. اولهم انك تتجوزني صفقه، الثانيه بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طالبنك يا معلم؟ هو ده طرحك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف متسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم، مطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه، بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا بالانسناء. اسكت اسكت اسكت، انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني هيروح حاضر يا مطر. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، أنا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم إن حد فيكم يفكرني بيه، ولا أنا عمري هنسى عشان حد يفكرني. طارو طارو في رقبتي الآخر لبس.